مباراة بدأت بدقيقة صمت وكانت صامتة بالنسبة للمولودية ولنقل مباراة للنسيان رغم كل شيء. الدقيقة الثالثة لاعب السريع يلمس الكرة بيده بعدما حاول إبعادها والحكم عاشوري يصفر ضربة جزاء ويتراجع عنها. المولودية حاولت القطف من بعيد مع بوغاش، رد عليها تبي بانفراد أوقفه شعال، قذف مقداد مرة أخرى بدون فعالية. تواصلت المحاولات بعشوائية حتى وزع بدبودة في أول هجمة منسقة لحاج بوغاش، فارتطمت قذفته بالعارضة في الدقيقة 36. سريع غليزان عاد وحاول مجددا واحتج بعد تنفيذ ركنية. بداية الشوط الثاني استهلها حارس المولودية بخروج عشوائي كاد يكلف غاليا بقذفة آيت فرقان لولا التدخل الموفق لدمو. لقطة حركت المولودية فسجل حشود كعاداته. هدف وكفى، لم يمنح المولودية الحافز النفسي فسيطر السريع بالطول والعرض إلى أن فعل بوغاش كل شيء إلا التسجيل. نقاش أيضا غابت عنه اللمسة الأخيرة. تغييرات المدربين لم تغير شيئا حتى دخل شريف الوزاني وتحصل على ضربة جزاء نفذها حشود وسجلها واعتذر بعدها من زملائه. لقطة لم تمحي ما حدث قبلها حتى صفر الحكم نهاية المباراة التي عرفت تألقا جديد للسريع وفوز للمولودية.